دكتور علي، هل يبدو بأن تيار الحكمة يقف على التل، وهو الوصف الذي تفضل السيد عادل بالإشارة إليه، بالإشارة إلى موقف تيار الحكمة بأنه يقف حتى هذه اللحظة على التل ليحدد من هي الكتلة الكبرى حتى ينضم إليها، النصر وسائرون أم الفتح ودولة القانون؟ من الأقرب لتيار الحكمة؟ من الأقدر يعني طبعا على تشكيل البرنامج، تشكيل الحكومة المقبلة؟ من يتفق معهم أيضا في البرنامج الحكومي؟ جيد، أنا طبعا لم يسعفني الصوت قبل قليل أنه أسمع الحوار الضيف الكريم، ولكن بشكل كامل أنه تيار الحكمة الوطني خلال هذه الفترة هو محور رئيسي بالحوارات السياسية مع كل الأطراف، وخاصة إحنا تعرفون أنه يعني ما بعد 12/5 قبل لا تقدم طعون كانت هنالك حوارات وتفاهمات كبيرة جدا من قبل تيار الحكمة الوطني، وكان طرف مهم جدا بالمعادلة السياسية، وكانت لديه اتفاقات سواء كان مع سائرون أو مع الوطنية. اليوم بعد الإعلان الرسمي عن النتائج وأصبحنا اليوم أمام مخرج انتخابي رسمي بشكل كامل وقانوني، نعم هنالك اليوم هنالك حوارات جديدة، وهذه الحوارات الجديدة يعني تبناها تيار الحكم الوطني. يعني اليوم أنا أتكلم أمام حوارات، يعني وهذه الحوارات وصلت إلى مراحل متقدمة جدا من التفاهمات، تيار الحكمة الوطني مع يعني سائرون، استكمالا لما سبق يعني تيار دكتور الحكمة علي، سائرون، الوطنية، النصر، وجزء من المحور ايضا كانت نعم استكمالا لما سبق، يعني تأتي حوارات الحكمة واتفاقات يعني متقدمة مع من تفضلت بالإشارة إليهم استكمالا لما مضى. نعم، استكمالا الى ما يعني قبل لا تعلن النتائج من قبل يعني القضاة، كانت هنالك تفاهمات اوليه او تفاهمات واصله الى مرحله النضج ما بين الحكمه، سائرون، الوطنيه. اليوم الحوارات استكملت مع الاخوه الاخرين اللي هم النصر وجزء من المحور، على اعتبار اليوم اصبحنا نناقش الاستراتيجيات ونريد ندخل في تشكيل الكتله الاكبر بشكل رسمي وبشكل يعني خلينا نقول مبدئي. ليش؟ لان سابقا كنا نتكلم عن خلينا نقول نتكلم عن حوارات، وهذه الحوارات ما كان احد يعرف حجمه بعدد خلينا نقول الفائزين بالانتخابات، على اعتبار كانوا الكثير يعولون انه في بعض المناطق راح تغير المقاعد. فاليوم صار التغير لكن هو بشكل حتى ذلك طفيف التغيير او بشكل نسبي. دكتور علي، لا اليوم المحور حتى التغيير كان له محور كبير، نعم يعني كان الكثيرون يتنبؤون السياسي. نعم يعني اعتذر منك دكتور علي، لكن حتى ذلك التغيير يعني الذي تفضلت بالاشاره اليه، نتائج العد والفرز، يعني كثيرون في البدايه بينوا بانها لن تحدث فرقا يعني كبيرا، بالتالي لن تؤثر على حواراتهم. ما الذي تغير بالنسبه للحكمه؟ يعني ومن يملك الفيتو على شخصية رئيس الوزراء المقبل؟ لا هو ماكو تأثير موجود، بس على اعتبار انه كل الداخلين بالحوارات السياسية في عملية تشكيل الكتلة الأكبر كان هنالك تخوف انه ممكن في بعض المناطق او مساحات بعض الائتلافات اللي احنا دخلنا معهم في حوارات اعتقدوا انه العدو الفرز الجزئي اللي في بعض المناطق اللي قدموا بها طعون ممكن انه يخسرون بعض المناطق وتتغير هذه المعادله. فالجميع كان ينتظر انه من يصير اكو اعلان رسمي يدخل او يستكمل الحوارات. فالحكمه لا، بقت مقاعده نفسها، والاخوه اللي دخلنا وياهم ايضا في حوارات نفسها، واليوم ما امامنا الا احنا ندخل في حوارات اساسيه. بالمناسبه المشروع الرئيسي الذي يتحاور الحكمه مع الاخرين على اساسه هو الأغلبية الوطنية، بمعنى آخر من جميع المكونات تصبح هنالك كابينة حكومية وتشكل الكتلة الأكبر، ومن جميع المكونات تصبح هنالك جبهة للمعارضة. وهذا نعتقد به هو مشروع وطني ومشروع ناقد، يعني ناقد للوضع اللي موجود، وأيضا ترجمة واقعية وحقيقية لما نادينا به خلال البرنامج الانتخابي أو خلال الحملة الانتخابية خلال انتخاباتنا. فاليوم هنالك حقيقة تفاهم، وهذا التفاهم كبير جدا ما بين القوى اللي ذكرتها أيضا، وايضا هنالك يعني وفد راح يشكل، هذا الوفد سيذهب الى الاخوه الاكراد ويتفاهم، وممكن انه تنبثق الكتله الاكبر خلال ايام معدوده اذا استكملت الحوارات بهذه الوتيره الموجودين عليها حاليا، تفاهمات وصلت الى مستوى كبير جدا. نعم.